خلوني ارحب مره اخرى بدكتور محمد عماره، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. دكتور محمد، خليني اسال حضرتك سؤال. هناك كانت جلسه طارئه لمجلس النواب وايضا لمجلس الشيوخ، ومجلس النواب وافق على ارسال برقيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه للتعبير فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده لفخامته وللقوات المسلحه المصريه في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الامن القومي المصري. كما وافق مجلس النواب على ارسال رساله الى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربيه والانجليزيه تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الاسرائيليه الحاليه على الأراضي الفلسطينية. دور المجالس النيابية الآن، ويمكن أنا سألت الرئيس مجلس النواب الأردني، دور المجالس النيابية الآن في توجيه رسالة إلى العالم أن مجالس النيابية في الدول العربية يجب أن يكون لها وقفة. يمكن مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ كانت ليه وقفة، بس أنا بتكلم البرلمان المصري بصفة عامة بغرفتيه، سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، كان لي موقف مشرف جدا، لان كلمه برلمان هو المعبر عن اراده الشعب. نعم. فكلنا يعني كل واحد في دايرته، انا والساده الزملاء، هو معبر عن دايرته وعن اطياف دايرته المتعدده. فالنهارده اما يبقى في اجماع بالكامل بين المؤيد والمعارض بكافه الاطياف ان النهارده الدوله المصريه في خطر، والنهارده كله ادرك أهمية الأمن القومي المصري وأهمية الخطر اللي احنا نقف قصاده كلنا متكاتفين، فكانت إرادة الشعب متمثلة في البرلمان المصري بغرفتي الشيوخ والنواب، وده اللي انعكس حتى في الجلسة بطريقة ونتج عنه توصيات عديدة. وغير كده وكده مخاطبة المؤسسات المقابلة لنا في العديد من الدول، بحيث ان اوصل رسالة الشعب المصري في ارادته السياسية الحرة في الديمقراطية في ازهى سوارها، ان ده البرلمان المصري المعبر عن الشعب المصري ضد ما يحدث، متوافق مع الدولة في ظهر قائد ورئيس الدولة في الاجراءات المشرفة التاريخية التي اتخذها للوقوف. وفي نفس الوقت ليه؟ لان زي ما قلت لحضرتك وبقولها وبكررها للساده المشاهدين، مش هيسيبونا في حل. الموضوع هيبقى فيه تصعيد اكبر بكتير. ليه؟ انت وقفت ضد مخطط جالك بالترهيب وجالك بالترغيب وجالك بشتى بالخداع وجالك بالعمل الميداني اللي دفعنا دم شهدائنا في الارض، يعني عمل ارهابي على الارض. فكل ده وما نفعش. فحتى جه في الفترة الأخيرة، طيب نستخدم رفح المصرية لفترة لحين، كان رد السيد الرئيس قاطع ومانع، وماذا عن صحراء النقل؟ بإمكانكم أن تستخدموها، عندي النهاردة جوه مستوطنات كتيرة ما أنا ممكن أستخدمها. ولكن كانت هذه رسالة تحمل في طياطيها الكثير يفهمها القاسي والداني. يعني خليني أسأل حضرتك في تحديدا في النقطة دي، يعني الشعب المصري اعتقد ان قال كلمته من 30 يونيو، يعني هو كان ساعتها لسه كمان سيادة الرئيس كان القائد الاعلى للقوات المسلحة، كان وزير الدفاع القائد العام، يعني ويوميها الشعب المصري قال كلمته في 30 يونيو. ودلوقتي جينا في ده احنا بنتكلم على 2013، 10 سنين. جينا في 2023 برضو تهديد للأمن القومي المصري، والشعب المصري برضو بيقول وبنفس الموقف، والآن هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة. يعني احنا موقفنا من 2013 واضح ما تغيرش، سواء كفخامة الرئيس أو كشعب مصري. لا ده أنا هاخد بقى من كلام حضرتك حاجة بقى يعني تلخص الموضوع ده كله كده. أظن دي رسالة برهنة ليه الراجل ده بالذات مستهدف بكل صراحة وكل وضوح. يبقى النهاردة هنا أنا عارف كويس قوي إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة المصرية، وعدم الانصياع لرغبات الخارج،
والجماعه الارهابيه، وكان عنده كان عنده في الفتره دي دستور يامنه 8 سنين، وكانت عرض من المال يعني ما هو يكفي ويكفي، ومع ذلك استجاب لضميره وللشعب المصري. اليوم وبعد 10 سنوات يكرر نفس المشهد، لانه كان مشهد اختيار. 10 سنوات كان في اختيار ما بين الحق والضلال، النهارده برضه ما بين الحق والضلال، والرئيس عبد الفتاح السيسي وخلفه الشعب المصري ملتفا حول قواته المسلحه اختار طريق الحق. طريق الحق قد يكون تكلفته صعبه.